four بوينت. النهارده ان شاء الله زي ما قلت لكم هنبدا نتكلم على ازاي نعمل دايجنوز للبليدنج كيس. خلاص احنا عندنا البليدنج، عايزين نعمل ديفرنشيشن ما بين لو احنا عندنا بليدنج ديس اوردر ولا احنا عندنا بليدنج نتيجه تروما او اكستراكشن او ايفر وايز. تمام. طيب ازاي نبدا نعمل الدايجنوز ده؟ احنا عايزين نفرق بينهم عن طريق بارامترز معينه اللي هي مين. اول حاجه دي amount of blood oozing، كميه البلد اللي خدالي، الديوريشن اللي البريدنج خدها عشان يبدا ان هو يقف، الكواجيوليشن تايم اند بريدنج تايم بتاعه. يبقى احنا هنبدا نفرق بينهم عن طريق الثلاثه بوينتس دول. طيب احنا عشان يحصل عندنا successful hemostasis دوت هيعتمد على ايه؟ هيعتمد احنا بالنسبه لنا الهيموستيزس مين اللي بيعتمد على ال blood vessels والplatelets clotting factors. طيب يبقى هو كده هيبدا يعتمد عندنا على ال blood vessel wall integrity، يا ترى ال blood vessel wall بتاعتي ال integrity بتاعتها كويسه ولا فيها defect، ال adequate number of platelets، عدد البلاتلتس اللي عندي ده كيف ولا في sufficient ولا في deficiency، ال adequate function بتاعها، طب يا ترى هي adequate بس ال function بتاعها كويس ولا في مشكله عندي defect في ال function. طيب ال clotting factors بتاعتي في ال adequate level بتاعها ولا فيها shortage، كل فاكينيتك سيستم بتاعي الفانكشن بتاعه عامل ازاي. طيب احنا عندنا لما بيحصل دامج للبلود فيسلز ايه اللي ممكن يحصل عندنا؟ اول حاجه بتحصل لما بيحصل دامج بيحصل لنا فازو كونستريكشن للبلود فيسلز، بعد كده بتبدا البليتلز بيحصل لها اجريجيشن وادهيرنس عشان تعمل temporary blood، انها تبدا تعمل توقف البليدنج temporary. خلاص ده بيحصل عن طريق الكلوتنج فاكتورز بتاعتنا اللي بتبدا، اللي احنا خدنا لو انتم فاكرين خدنا اللي هو الانترنسك الاكسترنسك والكومن باثويز. تمام. تبدا بعد كده الكلوتنج فاكتورز بتاعتنا انها تحول الفايبرينوجين لفايبرين. الفايبرين بعد كده بيبدا ان هو يبايند للبليتلتس بتاعتنا عشان يعمل ديفينيتيف كلوت. خلاص لو انتوا تفتكروا ده كان انترنسك الاكسترنسك والكومن باس ويز بالفلوتنج فاكتورز بتاعتنا باساميهم. اوكي طيب احنا عندنا البليدنج ديس اوردرز بتاعتنا ممكن تكون نتيجه لديفكت في وان اور مور ميكانيزم. اول حاجه ممكن يكون عندنا ديفكت في الفاسكولار وول. تمام. لا اما بيبقى هيريديتري زي هيريديتري هيموراجيك ترانزكتيفيا او اكواير اكتسبته بعد كده زي الفيتامين سي ديفيشنسي او السكيرفي. لا اما بيبقى عندنا platelets disorder، يا اما عندنا deficiency في النمبر زي ما قلنا المحاضره اللي فاتت اللي هو thrombocytopenia، لا اما عندنا defect في الفانكشن بتاع platelets وده بيبقى associated مع الاسبرين ثيرابي او يوريميا مثلا. طيب ممكن كمان يكون عندنا ديفكت في الكلوتنج ميكانيزم زي ايه؟ ممكن تكون حاجه هيريديتري زي الهيموفيليا او حاجه اكوايرد اكتسبتها زي مثلا الليفر ديزيز، البيشنتس اللي بياخدوا انتي كواجيولانت ثيرابي دول كلهم بيبقى عندهم ديس اوردر او ديفكت في الكلوتنج ميكانيزم. بعد كده ممكن يكون عندنا ديفكت في الفايبرينوليتيك سيستم ودول بيبقوا بنشوفهم في البيشنتس اللي عندهم ليفر ديزيز. طيب
احنا دلوقتي لو عايزين نعمل diagnosis للبليدنج كيس، طيب احنا المفروض ناخد ايه من البيشنت او نعمل الدايجنوستيك ده ازاي؟ اول حاجه هيبقى عندنا هناخد هيستوري، بيرسونال هيستوري وفاميلي هيستوري وميديكال ودنتال هيستوري. بعد كده هنعمل فيزيكال اكزامينيشن، وبعد كده لاب investigations او laboratory screening test، وبعد كده هنعمل evaluation للكيس قبل الدنتال مانج بتاعتنا. هنعملها ازاي evaluation دي؟ first على الداتا اللي احنا عملنا لها collection. تمام؟ اول حاجة الهيستوري، البيرسونال هيستوري بتاعنا. هنسأل البيشنت انت بيجي لك مثلا جنجيفال بليدنج، انت اي سكريتش كده بيعمل لك بليدنج. هنشوف مثلا لو البيشنت دي فيميل يبقى في اكسسيف من السيريال بليدنج، في نوز بليدنج ولا لا، ده كله بناخده من البيشنت. طيب الفاميلي هيستوري هنبدا نسال برضو البيشنت ده لو كان في عندهم familial disease زي مثلا الهيموفيليا، في عندهم inherited clotting disorder. بعد كده هنبدا ندخل على الميديكال اند دنتال هيستوري، هنبدا لا نسال البيشنت حضرتك بتشتكي من مشاكل في الليفر مثلا في الكبد، نشوف عنده مثلا problems في الجي اي تي. طب حضرتك بتاخد ادويه مثلا زي الاسبرين او النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. طب البيشنت ده مثلا كاردييك بيشنت ممكن يكون بياخد انتي كواجولانت دراجز. طب البيشنت ده عنده مشكله زي مثلا المالتيبل مايلوما او اليورينيا، الحاجات دي كلها بتعمل ديفكت في الكلوتنج اوردر والبليتلتس. طب حضرتك لما جيت قبل كده مثلا خلعت او عملت حاجات عمليات في سنانك او كده، كان عندك مشكله، كان عندك بليدنج كتير كده، نبدا ناخد منه الايه الميديكال والدنتال هيستوري بتوعه. بعد كده بنبدا نعمل احنا فيزيكال اكزامينيشن. هنعمل فيزيكال اكزامينيشن فين؟ هنعمل فيزيكال اكزامينيشن اول حاجه السكن، هنبدا نشوف السكن والميوكس ميمبرين بتاعه، فيهم بتيكيا، فيهم ايكوموزس، طب فيه هيماتوما، في انجيوما، طب في جوندس، عشان نعرف اذا كان البيشنت ده عنده ليفر ديز ولا لا. وبعدين بنعمل كمان اكزامينيشن للسكن في الارمز وفي الهاند في الابدومين عشان نشوف لو في اي مشكله في السكن بتاعتي. بعد كده بنعمل examination للأورال ميكوزا بتاعتنا في soft palate floor of the mouth وفي lingual ميكوزا. تمام؟ طيب احنا لو عندنا platelet disorder هنبدأ نلاقي عندنا ايه في scan والميوكاس ميمبرين، هنبدأ نلاقي عندنا patches كده red هي الفيتيكيا and ecchymosis. طب لو احنا عندنا coagulation disorders هنلاقي عندنا bleeding في deeper tissues، هنلاقي في bleeding في deeper tissues زي مين؟ زي الجوينتس. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل lab investigations بعد ما نكون خدنا الهيستوري عملنا الاكزامينيشن بتاعنا، هنبدا نعمل lab investigations. طيب ايه هي اللاب انفستيجيشنز اللي احنا ممكن نعملها زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت؟ اول حاجه التورنيكت تيست، ده عشان نشوف الكابيلاري فراجيلتي بتاعتها، وطبعا هنعمل هنشوف البليتلتس كاونت، هنشوف البليدنج تايم. طيب هنعمل بعد كده سبيسيفيك تيست للبليتلتس فانكشن بتاعتنا اللي احنا قلناهم ادهيرنس Aggregation, release، كل ده قلناه في المحاضرة اللي فاتت. كمان هنشوف cross-rumpin time والactivated partial cross-rumpin time، وده بيقول لنا إذا كان في defect عندنا في coagulation فين في الانترنسك والاكسترنسك
باسويز اللي هم مسؤولين ان هم يحولوا بروثرومبين لمين؟ للثرومبين. واخر تيست ممكن نعمله الكلوت اكزامين كلوت ريتراكشن تيست عشان نشوف البليتلت فانكشن بتاعتها. بعد كده بنبدا نعمل ايفالويشن للكيس. قبل ما نبدا نعمل المانجمنت بتاعنا ودوت بيبقى ديبندنج على الهيستوري والكلينيكال اكزامينيشن واللاب انفستيجيشنز اللي احنا عملناها. طيب احنا ممكن نعمل كلاسيفيكيشن للبيشنتس according to the risk بتاعه البيشنت. هيبقى عندنا patients at low risk. patient دول هيبقى low عندهم low risk of bleeding. طب patient دول اللي هم مين؟ اللي هم ما عندهمش اصلا history of bleeding. لما جيت عملت لهم physical examination لقيت ان هم عندهم normal skin mucous membrane، عندهم normal bleeding parameters. طيب البيشنتس دول اللي هم at low risk انا هعمل لهم مانجمنت ازاي؟ هنعمل لهم مانجمنت عادي بالنورمال بروتوكول بتاعنا، هنشتغل لهم عادي جدا ما فيش عندهم اي مشكله. تمام؟ طيب لو عندنا بيشنت at moderate risk، مين البيشنت اللي at moderate risk؟ دول البيشنت اللي هم ماشيين على anticoagulant therapy. طيب هنلاقي البروثرومبين تايم بتاعهم 1.5 او 2 تايمز النورمال، او هنلاقي الانترناشونال نورمالايز ريشيو بتاعتهم اقل من 3. تمام؟ او ممكن يكون البيشنت بتاعنا ده بياخد اسبرين ثيرابي فيبقى عنده بليدنج عالي. البيشنتس دول هنعمل لهم ازاي تريتمنت احنا كدنتست او مانجمنت؟ اول حاجه هنعملها احنا لازم نعمل موديفيكيشن لللاين اوف تريتمنت بتاعنا عن طريق ان احنا هنبدا نستخدم لوكال هيموستاتيك ميجرز عشان حصل بريدنج نقدر نوقفه بسهوله. طيب البيشنت اللي ات هاي ريسك دول البيشنت اللي عندهم هيستوري اوف بريدنج ديس اوردر، أو هم بياخدوا أنتي كواجولانت وإنترناشونال نورماليزد ريشيو بتاعتهم أباف 3، ودول بيشنت عندهم شي هيستوري أوف بريدنج أصلا، بس اللابوراتوري انفستيجيشنز أو اللابوراتوري بريدنج بارامترز بتاعتها لما إحنا جينا نعملها قبل ما نشتغل لقيناها أبنور. طيب البيشنتس اللي أت هاي ريسك دول أنا هعمل لهم مانجمنت إزاي؟ قبل ما ابدا اعمل مانجمنت لازم يكون في كوردينيشن ما بين الدنتست اللي هيشتغل انا كدنتست والفيزيشن اللي بيتابع الفيس بتاعه البريدنج عشان يبدا هو يظبط معايا الادويه اللي البيشنت ده بياخدها. في حد يا دكاتره عايز يسال على اي حاجه؟ دكاترة انت سامعني؟ ايوه دي. في حد عنده اي سؤال؟ شكرا. ربنا يوفقكم ان شاء الله. جود لك. One of these tests are to come.
اوكي فهمت فورت بقى مش وان او تو بي اصلا ده يا شكل اوكي بس اوكي